نعرف تفاصيل أكثر عن الخطة المرورية اللي موجودة لموسم جدة. معنا المقدم بدر بن محمد السهيمي من إدارة مرور محافظة جدة. حياك الله أبو محمد. ودنا في البداية تعطينا وتعطي المشاهدين والمستمعين فكرة عن خطتكم لموسم جدة، خصوصا أنه عندكم 5 مواقع محددة راح تكون فيها الفعاليات. حقيقة الإدارة العامة للمرور تمثلها إدارة مرور محافظة جدة حريصة على توفير الأمن والسلامة المرورية على كافة أنحاء المحافظة وكافة الطرق، وتسهيل حركة السير للوصول إلى فعاليات موسم جدة. طرقت إلى 5 مواقع أخوي سامي. طبعا كانت يعني حقيقة توزيع المواقع كان توزيع مثالي للفعاليات وللحضور الزوار، حتى لا تتجمع في موقع واحد، كان يعني تثقيف للناس يعني انتشار هذه الفعاليات على مختلف أنحاء مدينة جدة. جميل. نبدأ الأخوة المستمعين والأخوة المشاهدين في شرح الخطة المرورية لجميع المواقع الخمس، ونبدأ بمدينة الملك عبدالله الرياضية. الوصول لموقع مدينة الملك عبدالله الرياضية بالحركة حرة مفتوحة من جميع الطرق المؤدية للموقع دون أي عائق، بإمكان أي زائر استخدام الطرق المؤدية لمدينة الملك عبدالله الرياضية بكل الاتجاهات، سواء طريق الحرمين، طريق المدينة، طريق الملك عبدالعزيز، أو من جهة عسفان، طريق عسفان، طريق خدشام الرابط بين مكة وجدة. طريق الجديد طبعا مفتوح على مدار الساعة، لا يوجد أي عائق أو تحويل الحركة في جدة التاريخية. دائما هي جدة التاريخية، خلينا نقول قلب المدينة ومنطقتها شوية محدودة، إيش عملتوا فيها؟ جدة التاريخية زي ما تفضلت، بس الحمد لله يعني في عملية تنظيم، في تجارب سابقة، في يعني مشاركة لإدارة المرور في الموقع، في تنظيمات أضيف حقيقة السنة هذه عملية النقل العام والنقل الترددي لتخفيف الضغط على مواقع الزحامات زي البلد، زي الكورنيش الحمراء. صحيح. المواقع اللي ربما تكون المواقف يعني ما هي متوفرة بشكل يعني اللي يرضي الناس. الآن تم استحداث مواقف جميع المواقع الفعاليات. إدارة المرور يعني عمدت إلى التنسيق مع الجهات المنظمة والفنية للموسم على تفعيل دور النقل العام، النقل الترددي، حتى يتم التخفيف من حركة المركبات داخل مواقع الفعاليات أو حولها.